أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم ما تقوله الصحف الصادرة اليوم وما جاء في المواقع الإخبارية. ميليشيا الحوثي في محافظة عمران اختطفت أحد المواطنين منذ 7 سنوات ثم أعادته، لكن كيف أعادته؟ يعنون موقع الموقع بوست: ميليشيا الحوثي تسلم جثة شيخ قبلي من حرف سفيان بعد 7 سنوات من اختطافه. وقالت مصادر محلية في مديرية حرف سفيان شمال عمران للموقع بوست إن ميليشيا الحوثي سلمت جثمان محسن بن معقل إلى أسرته بعد اختطاف دام أكثر من 7 سنوات. وأضافت المصادر أن محسن بن معقل كان أمين عام المجلس المحلي لمديرية سفيان، وقد تم اختطافه من قبل الحوثيين في أوائل العام 2010 على خلفية مناهضته للمشروع الحوثي، وظل مخفيا حتى تم تسليمه جثة هامدة. وأشارت المصادر أنه بالرغم من متابعة وجاهات المنطقة ومن قبلها قيادة الدولة آنذاك، وكذلك طرح قضيته في مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن الميليشيات لم تستجب. موقع يمن مونيتور يتحدث عن أكثر المعارك أهمية ويعنون: استعدادات لمعارك الساحل من ميدي شمالا وحتى باب المندب جنوبا. وفي التفاصيل يقول الموقع: تظهر القوات الحكومية اليمنية استعدادات مكثفة لبدء عمليات عسكرية لتحرير السواحل الغربية التي تمتد من ميدي شمالا إلى باب المندب جنوبا، لتشمل تحرير محافظات حجة والحديدة وتعز. وقال مصدر عسكري بمحافظة عدن ليمن مونيتور إن تعزيزات عسكرية دفعت بها الحكومة اليمنية والتحالف العربي باتجاه باب المندب ومنطقة ذباب تشمل عشرات الآليات العسكرية ومئات الجنود اليمنيين الذين تم تدريبهم مؤخرا. وكشف المصدر عن مشاركة قوات بحرية يمنية في العمليات العسكرية لتحرير الساحل الغربي. اليمن الحسم وتوقيتات الساعتين الإقليمية والدولية، هذا ما عنون به طلعت رميح مقاله المنشور في الشرق القطرية. تستعد الساعتان الإقليمية والدولية لتغيير توقيتاتهما وربما لتغيير اتجاه دوران عقاربهما، ولذا بات ضروريا أن يأخذ الحسم مجراه في اليمن قبل أن تتغير التوقيتات التي سيضيف حدوثها أعباء جديدة على كاهل الشرعية والثورة والشعب اليمني والتحالف العربي لدعم الشرعية. سلاح الوقت صار الأمضى في معركة اليمن الآن، والانتظار ممارسة المناورات ومتابعة الحسابات وفق القواعد والتصرفات السابقة في انتظار تلك التغييرات وبعدها سيدخل الأوضاع في دوامة قد تكون الأخطر. أمران سيجريان، أحدهما إقليمي وهو حسم معركة الموصل ومعركة حلب، وبعدهما سيكون الجانب الإيراني بكل تحالفاته في وضع الباحث عن تحرك يوظف فيه فائض قوته إلى ما بعد حسم أخطر معاركه. ولذا صرنا نسمع اسم اليمن يتردد في تصريحات الحشد الطائفي والثاني دولي، وهو وصول ترامب إلى البيت الأبيض وبدء مزاولة أعماله. هذا الإلحاح على ضرورة الإسراع بالحسم دون إبطاء لا يحمل أي إيحاءات بأن ما مضى من جهود كان بطيئاً، ولا يحمل معاني الانتقاص من الجهد الجبار الذي حققته الشرعية اليمنية والثورة والشعب والتحالف العربي في مواجهة وإدارة تلك الأزمة الطاحنة، بل هو بمثابة رؤية للمتغيرات المتوقعة ومن قبل وبناء على ما تحقق وجعل الحسم ممكناً. موقع عدن الغد عنوان في صفحته الرئيسية: وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة بسقوط سيارة في سد مائي بدمت. وقالت التفاصيل إن 6 أشخاص لقوا حتفهم غرقا في سقوط سيارة داخل سد عبية في مديرية دمت بمحافظة الضالع، فيما نجا 2 آخران. وقالت مصادر محلية لعدن الغد إن المواطن معين فلاح القشيبي وعائلته وعائلة أخيه لقوا حتفهم غرقا إثر سقوط السيارة التي كان يقودها داخل سد عبية بقرية الغولين. وقال المصدر أن الحادث ناجم عن خلل فني في السيارة أدى إلى عدم قدرة السائق على التحكم بها وانزلاقها وتدحرجها إلى داخل السد، مشيرا إلى وفاة 6 أشخاص بينهم امرأتان ونجاة 2 يتلقون العلاج في أحد المشافي. ويتابع الموقع: الطريق التي تمر عليه السيارات إلى القرية تم شقه على حافة السد
المليء بالمياه. موقع التغيير نت أورد العديد من العناوين في صفحته الرئيسية، منها الميليشيات تمنع وصول الأدوية والمساعدات الطبية إلى تعز وتواصل القصف العنيف على المدينة، وعنوان آخر التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ فلسطينية بنهم وانفجار عنيف لمخزن ألعاب نارية يهز صنعاء. ومن العناوين صحفي يمني يحوز على جائزة ديفيد بيرك الدولية للصحافة، وقال الموقع إن الصحفي عرفات مدابش مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ومراسل إذاعة سوا الأمريكية فاز بجائزة ديفيد بيرك الدولية للصحافة المتميزة لعام 2016، وتعد هذه الجائزة رفيعة ومن أهم الجوائز في أمريكا. واختار مجلس أمناء البث الإذاعي والتلفزيوني في الولايات المتحدة الأمريكية مدابش للفوز بالجائزة نظير أدائه المهني في تغطية أخبار وأحداث اليمن على كافة المستويات. عودة والد الشيخ وخطة لا معقول، تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج. حل كيري في مسقط وطرحت خطته بواسطة المبعوث الأممي، ولم تعترض دول التحالف بل إنها أعلنت هدنة قدمت دليلا مضافا لأدلة متواترة أن الحوثيين لا تهمهم دماء اليمنيين ولا حقهم في أن يأكلوا ويشربوا. تنشئ الخطة حكومة مشتركة قبل إلقاء السلاح وإحلال السلام، وذلك أمر يستحيل فهمه لأن استمرار الأصابع على الزناد يبقي القرار في يد التهور والاستعداد للضغط. ولا أظن أن والد شيخ في عودته الأخيرة يحمل مشروعا آخر غير ما يعتقد أن إدارة أوباما تستطيع فرضه قبل انتهاء ولايته. وواقع الأمر أن الوقت تأخر كثيرا على كيري والذين معه، وأن إدارة جديدة في البيت الأبيض تتحفز لنظرة مختلفة إلى شؤون العالم، ذلك يستوجب 6 شهور من الترقب. ولكن أيضا التحرك مع القادمين الجدد إلى البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، وأهم من ذلك انتظار صرخة الحوثيين في لعبة عض الأصابع، لأنهم يختنقون في لحظة انطفاء الشمعة حيث ارتفاع لهيبها في ذبابات الموت. علامة ذلك أنهم لم يكتفوا بقطع مرتبات موظفي الدولة والقطاع الاقتصادي والتسبب في تدمير القطاع الخاص، بل نزلوا الشوارع يجبون الأتاوات بدءا من الشركات حتى الباعة المتجولين. موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية ضحية جديدة لجرائم الحوثيين، وفاة مدنيين جراء التعذيب في مدينة الحديدة. ونقل مراسل المصدر أونلاين عن تلك المصادر قولها إن المسلحين الحوثيين أبلغوا أسرة سليمان يحيى سليمان صالح باستلام جثته من المستشفى العسكري، وكان الحوثيون بقيادة القائد الميداني أبو هاشم قد خطفوا سليمان من منزله بقرية في دير الدعام بمديرية المغلاف شمال الحديدة أواخر إبريل الماضي. وذكرت مصادر في أسرته أنه تعرض لصنوف مختلفة من التعذيب، وكان الضحية يعمل في الوحدة الصحية بالقرية وهو حاصل على درجة الدبلوم. وعلق الموقع ليس سليمان الضحية الأولى التي تموت جراء التعذيب المستمر، حيث لقي آخرون المصير نفسه في الوقت الذي لا يكترث الحوثيون للدعوات المتكررة بوقف تعذيب السجناء. ينقل موقع المشاهد نت عن أحد المواطنين المحاصرين في تعز قوله إنه اعتاد التنقل بين المنازل والاحتماء بالجدران خلال تنقلاته مع أطفاله في أرجاء المدينة. ويقول قيس الرمادي الذي قتل ابنه الأسبوع الماضي إنه سمع الطلقة التي قتلت ابنه، ولكن بعد فوات الأوان فالرصاصة اخترقت ظهر محمد البالغة من العمر 6 سنوات وخرجت من صدره. سرع قيس لدى سماعه الطلقة النارية التي أصابت ابنه لالتقاطه قبل أن يهوي على الأرض، ركض واحتضن ابنه حتى مجيء الذين وضعوه على دراجة هوائية ونقلوه إلى المستشفى. وبعد أن عرفت والدة محمد بوفاة ابنها هرولت إلى المكان الذي قتل فيه ورفعت يديها في الهواء وأخذت تصرخ وتخاطب القناص الذي لا تراه: اقتلني اقتلني، أريد أن أموت. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.
مجددا نرحب بكم مشاهدينا الكرام، والى صحيفة العربي الجديد والتي اهتمت بالشأن السياسي والجهود الأممية وعنونت: اليمن والد الشيخ أحمد يبحث عن مستضيف للمشاورات. وقالت التفاصيل إن المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث عن مكان لاستضافة مشاورات جديدة لم تتوافق الأطراف اليمنية بعد على قاعدة للذهاب إليها. وتقول العربي الجديد: يواصل والد الشيخ أحمد جهوده السياسية مع الأطراف اليمنية والإقليمية في إطار التحضيرات لجولة مشاورات جديدة، حيث توجه إلى الكويت لإقناعها باستضافتها بعد أن كانت أعلنت أخيرا استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية، ليس للتشاور ولكن للتوقيع على اتفاق، بعد أن تكون الأطراف قد اتفقت عليه خلال لقاءات غير مباشرة، بحيث لا تتكرر وفقا للصحيفة تجربة فشل جولة المشاورات السابقة والتي استغرقت 3 أشهر وانتهت دون اتفاق. وكان والد الشيخ قد بدأ جولته الأسبوع الماضي من مسقط، حيث التقى وفد الحوثيين ثم انتقل إلى الرياض للقاء دبلوماسيين ومسؤولين قبل أن يلتقي الرئيس هادي في عدن ويتسلم ملاحظات الشرعية على خارطة الطريق. وتتزايد التعقيدات أمام جهود والد الشيخ أحمد مع تباين واضح في الرؤى تجاه خارطة الطريق والخطوات التصعيدية التي أقدم عليها الإنقلابيون أخيرا بتشكيل حكومة في صنعاء. صحيفة الحياة اللندنية كشفت عن تعطيل الولايات المتحدة لصدور بيان اقترحته مصر في مجلس الأمن يدين تشكيل الحوثيين وصالح حكومة في صنعاء وفق الدبلوماسيين في الأمم المتحدة. وقالت المصادر إن بريطانيا التي تتولى ملف اليمن في مجلس الأمن امتنعت عن إعداد مشروع بيان ردا على إعلان الحوثيين وصالح تشكيل حكومة من جانب واحد، وهو ما دفع مصر بالتنسيق مع الحكومة اليمنية ودول عربية إلى طرح مشروع البيان، لكن الولايات المتحدة طلبت مزيدا من الوقت للتشاور في شأنه. وقال السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني إن مشروع البيان المصري ممتاز ويجب أن يصدر عن المجلس، لأنه يشجب الخطوة التي قام بها الانقلابيون ويعتبرها خطوة لاغية، ويدعو الدول إلى عدم التعامل مع الحكومة المعلنة من جانب واحد. الكاتب الفلسطيني أسامة أبو أرشيد يطرح وجهة نظره في صحيفة العرب الجديد حول ما يدور في المنطقة العربية، معتبرا أنه لا فرق بين الدم الذي يسفك في غزة أو في صنعاء أو في القاهرة. ما يجري في سوريا اليوم وكذلك في العراق وليبيا واليمن وفلسطين كلها عوارض أزمة أمة فاقدة للوزن والغاية، أمة بلا مشروع ولا رؤية، وبالتالي لا ينظر لها أحد في هذا العالم باحترام. نحن جسد ضعيف مهلهل، وبالتالي فإنه أصبح مرتعا لكل الفيروسات القاتلة سواء كانت عربية أم أجنبية، ولا فرق هنا بين جريمة يرتكبها طاغية عربي باسم الدكتاتورية أم دولة إقليمية باسم الطائفية أم قوة أجنبية باسم الاحتلال والسيطرة. يرى نظام الطغيان العربي في القوى الأجنبية وفي مقدمتها أمريكا وروسيا وإيران وإسرائيل مع تفاوت في المقاربات والأطراف حلفاء، كما أن تلك الأطراف الأجنبية ترى في أنظمة الطغيان العربي وجماعات التشدد الهوجاء أحصنة طروادة للتسلل إلى عمقنا وتدمير مناعتنا جميعاً. ولمن سيقول إن وضع إيران في خانة واحدة مع إسرائيل فيه تعسف، فإن الرد عليه يكون بتذكيره بما ترتكبه إيران من جرائم في سوريا والعراق وابتزازها المقاومة الفلسطينية في غزة جراء رفضها دعم عضوانها في ذينك البلدين وغيرهما. باختصار، نكبتنا في حلب والموصل اليوم لا تفرقان ولا تقلان عن نكبتنا في غزة أو صنعاء أو بنغازي أو القاهرة، وكل من يحاول أن يحدث شرخا بينهما وأن يعلي من شأن قدسية دماء على أخرى فإنما هو متواطئ فيها. دمنا واحد ومصابنا واحد وعدونا واحد ومصيرنا واحد، هذا قدرنا شئنا أم أبينا. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت في الشأن اليمني: الصين ترفض طلب الحوثيين الاعتراف بحكومتهم الانقلابية.
تقول الصحيفة الإماراتية: دشن الإنقلابيون في اليمن تحركات خارجية بهدف الحصول على دعم سياسي لحكومتهم المشكلة بالشراكة بين جناح الرئيس المخلوع في حزب المؤتمر وجماعة الحوثي المدعومة من إيران. وأكدت مصادر مطلعة ومقربة من جماعة الحوثي للخليج أن وفد الحوثيين برئاسة الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام أنهى زيارة غير معلنة استمرت عدة أيام للعاصمة الصينية بكين. وأشارت المصادر إلى أن وفد الحوثيين سلم رسالة خطية ورسمية مما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى بصنعاء للحكومة الصينية، تتضمن طلب الاعتراف بالحكومة الانقلابية، لكن بكين اعتذرت عن تلبية مثل هذا الطلب لاعتبارات تتعلق بوجود إجماع إقليمي ودولي على شرعية القيادة والحكومة اليمنية. صحيفة البيان عنونت: شرطة عدن تفكك مصنع داعش للمتفجرات. تقول الصحيفة إن الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن تمكنت من تفكيك معمل خاص لتجهيز السيارات المفخخة تابع لتنظيم داعش الإرهابي، عثر عليه في أحد المباني القريبة من حي إنماء المزدحم بالسكان. وعقب حصول أجهزة الأمن على معلومات، تم تنفيذ عملية دهم للمبنى الذي عثر بداخله على كميات كبيرة من المتفجرات ومعدات خاصة بصناعة السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة، حيث قامت وحدة هندسية متخصصة بتفكيك العبوات التي كانت معدة للتفجير والتي جرى ربطها بإحكام بعدد من الألغام المضادة للدبابات محشوة بمادة C4 شديدة الانفجار. وقبل الختام نطالع هذا الخبر من صحيفة القدس العربي والتي عنونت: وزيرة جزائرية تقترح تبرع النساء المتزوجات برواتبهن لمساعدة الدولة. جاء في التفاصيل: فجرت وزيرة التضامن وشؤون الأسرة وقضايا المرأة في الجزائر جدلا واسعا عندما اقترحت أن تتبرع النساء المتزوجات العاملات برواتبهن لمساعدة الدولة التي تعاني من أزمة مالية واقتصادية. تقول الصحيفة: الوزيرة مونيا مسلم كانت ترد على سؤال لصحفي في قناة البلاد سأل الوزراء عن مدى استعدادهم للتضحية بجزء من راتبهم في إطار سياسة التقشف والتضامن الاجتماعي، فأجابت: إن النساء المتزوجات العاملات بإمكانهن التبرع برواتبهن إلى خزينة الدولة، وإنه ما دام لديهن أزواج فإن هؤلاء ملزمون بالتكفل بهن ورعايتهن. تضيف الصحيفة: أثار هذا التصريح ردود فعل غاضبة، إذ كتبت حد حزام مديرة صحيفة الفجر في افتتاحية متسائلة: كيف يصدر تصريح مماثل عن وزيرة لترقية شؤون المرأة، معتبرة أن هذا يمكن تصنيفه على أنه احتقار للمرأة واعتبارها عالة على المجتمع. 30 نوفمبر، قصة وطن. تحت هذا العنوان كتب أحمد الشامي مقاله المنشور في يمن فويس، وقال في جزء منه: بالعودة إلى التاريخ سنجد أن اليمنيين يعشقون الحرية والمساواة ويرفضون المشاريع الاستعمارية الرجعية، فقد أدرك اليمنيون بأن عليهم أن يكونوا مجتمعا متماسكا متناغما يحتكم إلى العقل والإرادة والإيمان بأركان الدولة المدنية الحديثة. الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني في جبهات القتال المختلفة في شهر الاستقلال لليمن كفيلة برسم ملامح الفرحة من جديد لهم بتحرير أرضهم من محتل انتهك الأرض والعرض من أجل تحقيق مشروع دفنه اليمنيون منذ عقود خلت. اليمنيون أصبحوا اليوم تواقين لتنفس الحرية والشروع في بناء وطنهم كما يريدون، بعيدين عن تلك الأيادي العابثة التي تجير ثروات اليمن لحسابها الشخصي. 30 نوفمبر يوم خاص وتاريخي في حياة اليمنيين، ففيه تأسس البنيان وترسخ العمران وبدأت الحياة السياسية في بلدنا الحبيب تأخذ المنحى الدستوري الديمقراطي الذي صار مثالاً في إقامة العدل واحترام الإنسان وإعلاء كلمة الحق وراية الصدق، وهو ما يبحث عنه اليمنيون في جبهات القتال اليوم ضد ميليشيات الحوثي. برغم الحروب والأوضاع السيئة
والأوضاع الصعبة والسيئة التي تمر بها بعض البلدان العربية، إلى أن هناك توجهاً لتشجيع فعاليات تساعد المواطن العربي على الارتقاء بنفسه وبلده، لعل الأوقات القادمة تكون أفضل مما هو عليه الحال الآن. ولهذا اخترنا لكم هذه الصور من معرض بيروت الدولي للكتاب، توضح توجه الناس لقراءة الكتب الورقية والاهتمام بها. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء. Thank you.